قلت لكم النهارده ان سيراميكا عمل مباراه كبيره، مباراه رائعه جدا في مستهل مشوار الكابتن الكبير كابتن احمد سامي، اللي دايما بكرر وبقول وبقت حاجه ثابته عندي ان هو واحد من افضل مدربي الدوري المصري منذ سنوات، وليس هذا العام فقط، سواء مع سموحه وبدايه رائعه كمان ايضا مع سيراميكا كليوباترا. الكابتن الكبير كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. ازيك يا كريم وكل سنه طيب. وحضرتك طيب، وحشني جدا، ومليون مبروك الفوز النهارده، مباراه مثيره جدا امام الجونه، استحق فيها سيراميكا كليوباترا الفوز في النهايه. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده، واللعيبه بشكرهم جدا رجاله، وقدروا النهارده مكسب كبير مع فرقه برضو الجونه، تامر مصطفى برضو فرقه صعبه مش سهله، خصوصا برضو ترتيبنا قريب من منهم، فاحنا قدرنا نكسب، نروح برضو بعيد شويه، نقدر ناخد نفسنا في الماتشات الجايه، نقدر نعمل نتائج احسن تحط الفرقه بالشكل الطبيعي اللي هي تستحقه. في بعض اللمسات النهارده وانا بتفرج على المباراه قلت بسرعه الكابتن احمد سامي بيعرف يحط ايده على الفرقه، يعني لمسات تكتيكيه وبعض المراكز اللاعبين جديده او يعني بيتحطهم في مراكز معينه، بسرعه قدرت حضرتك تخش مع الفرقه وتقدر تحط اسلوبك عليهم. يعني الحمد لله انا اصلا يعني من خلال 3 سنين فاتت انا ماسك سموحه، يعني بحلل اداء الفرق كلها، فانا اللي بلاعبها، فانا عارف يعني اغلبيه الفرق وبيلعبوا ازاي وبرضو امكانيات كل لعيب في ايه، يعني انا مش بعيد، انا لسه جاي من الدوري المصري يعني على طول، يعني الموضوع سهل مش صعب يعني بالنسبه لي الحمد لله. تألق كبير لمحمد ابراهيم في مباراه اليوم يا كابتن احمد، وفي لعيبه كده دايما بتنور معاك، محمد ابراهيم من اول يوم اهو 3 اسيست في هذه المواجهه واداء مميز جدا. لا محمد ابراهيم لعيب كبير ومش يعني لعيب كبير وليه اسمه ولعيب مواصفات يعني مش موجود كتير فيها في مصر، انت عندك البلاي ميكر قليلين جدا في مصر، عندك محمد ابراهيم، عندك عبد القادر، عندك قفشه، يعني عبد الله السعيد، يعني عندك العدد قليل، لكن نتكلم محمد ابراهيم صغير مش كبير، لكن يقدر يستفاد بيه منتخب مصر بشكل كبير يعني. صحيح. طيب، من الحاجات اللي كنت مستني اتكلم مع حضرتك فيها هي قصه سموحه، سموحه انت ماشي معاه بشكل رائع، حطه في المربع الذهبي، مقدم اداء رائع لنفسك اولا والفريق ثانيا او العكس يعني، بس انتوا مع بعض ماشيين بشكل كويس جدا. خطوة كانت مفاجأة بالنسبة للجميع كل المتابعين، ليه كابتن أحمد سامي يسيب سموحة وهو نفسه ماشي بشكل كويس وسموحة ماشي بشكل لا يعني كويس. الحمد لله يعني أشكر مجلس إدارة الأعضاء، أعضاء النادي سموحة كلهم محترم جدا وعملوا سبورت للنادي بشكل كبير، لكن هو في نفس الوقت هو حصل اختلافات في وجهات النظر، وفي نفس الوقت أنا يعني سلمت عليهم ومشيت ومضينا عقد مع بعض وإننا فسخ بالتراضي. يعني ما صحيتش الصبح مشيت خدت شنطتي ومشيت، يعني أنا سلمت عليهم وقعدت معاهم واتفقنا وفسخنا العقد بالتراضي وكل حاجه. الموضوع مش أزمة، مش ان انا كلمتهم في التليفون وقلت لهم انا مش جاي، لا قعدت معاهم مع اغلبيه اعضاء مجلس الاداره. طيب بشكل عام مش بشكل يخصك انت شخصيا، رايك ايه في قرار الرابطه اللي خدته مع اتحاد الكره المصري بعدم انتقال مدربين في الدوري المصري الفريق لفريق اخر خلال الدوري التاني؟ يعني ما هو لازم انت تقول وبعدين، يعني عدم انتقال المدربين في الدوري المصري وبعدين يعني في بقى المفروض لوائح وفي قوانين في عقود المفروض تروح اتحاد الكوره عشان يبت فيها الموضوع، انت كده بتدي صلاحات للانديه على المدربين، المفروض ان يبقى الحقوق متساويه، طالما انا ماضي عقد معاك يبقى حقوقي وحقوقك متساويه، انت المفروض انت جبتني معاك انت المفروض مقتنع بيا بسوء التوفيق، وانت عندك رؤيه مختلفه، انت المفروض انا ماضي معاك سنه سنتين تديني مرتبي كل شهر لغايه اخر عقدي. صحيح. لغايه اما انا يجي لي نادي تاني يبقى المرتب وقف. لا ما هو فايلر كان كده. لو انتوا ناسيين ما هو فايلر كان كده، كان برضه نادي مشاه وقعد وكان بياخد مرتبه لغايه ما جاله نادي الاهلي مسكه والمرتب اتقفل. بس لكن فالمفروض بقى تيجي من خلال عقود ويبقى في مناقشات، الموضوع مش قرار، الموضوع ايه بعد القرار؟ لازم يبقى في اليات للقرار، يعني عقود موثقه في اتحاد الكوره. وعشان اللي بيحكم مين؟ اتحاد الكوره، ازاي اتحاد الكوره بيحكم مع نادي ومدرب وبيدي قرار وهو ما عندوش ورق المدرب؟ ازاي تيجي يعني؟ صح بصراحه. فالموضوع صح. مش ان انا باخد قرار ناس محترمه الرابطه كلهم ياخدوا قرار، ده قرار صح انا معاهم، لكن لازم تنظم اليات القرار ده ايه؟ واحفظ لي حقوقي.
يعني مثلا لو جه نادي، لو جه نادي دلوقتي قال لي معلش يا كابتن احمد والله انا مش عايزك خلاص بكره انا عندي مشكله معاك، طب انا فين ده؟ فين ده عادي؟ لا يعني او انت ما يعني افرض النادي انت عايز طموح معينه، النادي عايز يقلل فانت مشيت، فانت برضه المفروض النادي لازم يلتزم معاك. صحيح، يعني لازم يبقى فيه مناقشات في الموضوع. صحيح صحيح. كابتن الكبير كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، انا بشكرك شكرا جزيلا، مليون مبروك الفوز اليوم على سيراميكا كليوباترا، فوز سيراميكا كليوباترا اليوم على الجونه، اداء مميز واداء رائع وحلو انه يبقى المشوار بدايته فوز.